أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ طارق من مطعم باب شرقي. أهلا أستاذ طارق. أهلا وسهلا فيك، حياكم الله، وفرصة سعيدة اللي تعرفنا عليكم إن شاء الله. نحن الأسعد أستاذ طارق. بداية أستاذ طارق، ممكن تعرفنا شوي عن نفسك؟ أنا طارق من الأردن، من عمان. جيت على الإمارات، مقيم فيها من 10 سنوات، وبلشنا أنا وصديق لي من المهندس وحيد من السعودية، وبلشنا افتتاح المطعم الأول، فرع الأول في برشاون، وبلشنا انطلقتنا من هون يعني إن شاء الله، وعلى وشك إنه نفتح فروع ثانية بإذن الله بأكثر من منطقة، في أبو ظبي وفي جدة. ما شاء الله أستاذ طارق. أستاذ طارق، ممكن تخبرنا شوي على أنواع الأطباق والوجبات اللي بتقدموها بالمطعم؟ احنا متخصصين بالوجبة الرئيسية اللي هي المشاوي والدجاج على الفحم، ومتخصصين بالصواني مثل صواني باللحمة العجل، أو صواني بالطحينية، صواني بطاطا، بالحمص، بالفلافل، يعني كل أنواع المشاوي بشكل عام والصواني بشكل عام. يعني ممكن تحكي لنا أن كل وجبات من بلاد الشام، مقبلات ووجبات رئيسية بخص بلاد الشام احنا موجود عندنا. ما شاء الله، أكلات كله أكلات ثورية شامية. ما شاء الله. أستاذ طارق، لو حبينا نطلع للمستقبل، ما هي الخطط المستقبلية؟ والله الخطط المستقبلية هو إن شاء الله إنه راح نفتح فرع جديد لمطعم باب شرقي في أبو ظبي بإذن الله، وإذا صار نصيب إن شاء الله بعجمان. وبعجمان، وفي أي تطلعات خارج الدولة كمان؟ في بالسعودية إن شاء الله. إن شاء الله، أتمنى لك الأفضل أستاذ طارق. أستاذ طارق، من خبرتك في مجال البزنس، شو نصايحك للي بيحب يجي يستثمر في دبي؟ أنا أنصح كل واحد حاب يستثمر إنه يستثمر في دبي، لأنه بلد متاح فيها كل شيء، وكل الأنظمة فيها نشطة، وبلد بيزنس يعني، وما شاء الله فيها أمان وفيها أمن وفيها شيء، كل شيء متاح فيها، يعني بتتيح فرصة لكل الشعوب، لكل العالم بتتيح فرصة، حتى لو كان يعني بيزنس صغير أو كبير بتتيح فرصة لكل الفئات. تمام. أستاذ طارق، ذكرت حضرتك انك من الاردن. نعم. ليش اخترت الامارات وخصوصا اماره دبي لحتى تفتح فيها البزنس؟ طبعا انا اخترت دبي من ضمن كل البلدان، لانه بلد نشيطه وفيها مؤهلات كبيره، وبعدين بتعطي فرص كبيره لكل المستثمرين داخل البلد، وبلد كلها يعني ملانه حيويه ونشاط وامن وامان. وطبعا بنشكر سمو الشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الامارات على جهودهم والأمن والأمان اللي موجود داخل البلد هاي. أنا بشجع الجميع إنه أي واحد بتحب يستثمر صدقاً، يعني البلد هاي هي بلد بيزنس وأمن وأمان. شكراً أستاذ طارق. وقبل الانتهاء، كيف ممكن نوصل للمطعم؟ كيف نتواصل مع المطعم؟ هسا بالنسبة للمطعم، لوكيشن برشاون، بيلدينج سيسلوتاه، خلف إمارات مول، مقابل فندق سنترو ريتانا. تمام. وموجود الانستغرام وموجود الفيسبوك وجميع المواقع التواصل باسم باب شرقي. واظن عندكم خدمه التوصيل. بالنسبه للتوصيل، عندنا توصيل سريع، وعندنا الدرايفر ما شاء الله يعني ما ياخذ اكثر من 15 ل 20 دقيقه يكون الاوردر واصل ومغطين جميل كامل دبي يعني. ما شاء الله، شكرا جزيلا استاذ طارق. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.